ضمن عروض منتجات الجمال والتخفيضات الكبرى اللي احنا بنقدمها النهارده، طبعا العروض مستمره من يوم 4 ل 5 ديسمبر، مش بس كده كمان بتوصل التخفيضات ل 85%، وايضا هدايا قيمه بتحصلوا عليها، وايضا بتحصلوا على مجموعه وش ديلوكس اللي احنا بنقدمها، وهي بتشمل كتير جدا من كريمات الترطيب للبشره، وبنقدمها بالوان مختلفه وايضا بروائح مختلفه. عند حصولكم على اي عمليه شراء هتحصلوا على الهديه المجانيه، وايضا بتحصلوا على هدايا كتير احلى واحلى. النهارده بنتكلم على كور تريمر، وهو مدرب متكامل للجسم، 9 تمارين في جهاز واحد، زي ما بنشوف مع بعض قد ايه ان هو جهاز رائع جدا بتحصلوا عليه، وفي نفس الوقت بتمرنوا الجسم، وده لكل الاشخاص اللي هم مش متعودين على الرياضه يقدروا يعملوا التمارين الرياضيه بمنتهى السهوله مع جهاز كور تريمر. هنا بنشوف تمارين البطن نقدر نعملها بمنتهى السهوله ونشد عضلات المعده، وكمان هنا نقدر نعمل تمارين البوش اب، نشغل منطقه العضلات اللي موجوده في الدراعات وايضا منطقة الصدر وكمان الظهر، وهنا بمنتهى السهولة بنشغل عضلات الأكتاف وأيضا عضلات البايسبس اللي هي عضلات الدراعات الأمامية. مش بس كده كمان الترايسبس، عضلات الدراعات الخلفية اللي بتراكم فيها دهون كتير، بنشدها مع كور تريمر، وهنا بيكون التمرين واضح جدا. عضلات الرجلين، الأفخاد، الأرداف وأيضا المعدة بنشغلها بالتمرين ده مع جهاز كور تريمر، وأيضا في تمارين كتير دايما متعددة تقدروا تعملوها مع الجهاز، برضو بتركزوا على عضلات المعدة، الرجلين، الأرداف، بطة الرجلين وغيرها وغيرها، زي ما قلت مدرب متكامل للجسم في جهاز واحد وهو كور تريمر. كل اللي هيحصلوا عليه هتحصلوا على الجهاز الأساسي، سهل جدا في التخزين، في نفس الوقت كمان بنشوف هنا الإيدين بتاعته مبطنة كوشنز، يعني بيخلينا ان احنا نعمل تمارين رياضية ومريح جدا على الجسم وعلى ايضا الظهر، تخزينه بيكون سهل وده اللي احنا بنشوفه مع بعض. بالإضافة كمان لو حابين تحصلوا عليه النهاردة بنقدمه بسعر رائع، وهو 199 ريال بدل 249 ريال، بتوفروا 50 ريال سعودي، وبتحصلوا كمان على مجموعة وش ديلوكس وهي بتشمل مجموعة من الكريمات المرطبة للبشرة. بنشوف مع بعض قد ايه التمارين المتعددة اللي احنا بنعملها مع جهاز كور تريمر، وايضا هو مقدم من ماركة بريطانية وهي بادي سكالبتشر، قدمنا منها قبل كده تويست ستيبر وحصل على نجاحات كبيرة جدا، والماركة البريطانية دي مميزة بان هي قدم كل الحلول الرياضيه اللي احنا نقدر نستخدمها في المنزل بمنتهى الراحه وبمنتهى السهوله. مش بس كده كمان بتوزع المنتجات بتاعتها للعديد والعديد من دول العالم، وايضا مراكز التوزيع بتاعتها كبيره، وعلى مدار سنوات كتير متعدده حققت نجاحات كبيره في انتاج العديد من اجهزه الرياضه الضخمه، وايضا كمان بنشوف هنا التوسع والانتشار بتاعها في جميع انحاء العالم ومراكز التوزيع بتاعتها قد ايه لمختلف انحاء العالم. بنشوف مع بعض التمارين الرياضيه اللي احنا نقدر نعملها على جهاز كور تريمر قد ايه بتكون حلوه. شو كان جميل جدا واستمتعنا انا والمودلز بكل التمارين الرياضيه. اول حاجه عملنا التمرين الاولاني واحنا قاعدين بمنتهى السهوله، نقدر نعمل تمرين السايكلينج كان احنا بنشتغل على العجله، لكن هنا بنشوف ان التمرين قد ايه سهل وانت قاعده بتتفرجي على التلفزيون، بتقدري ان انت تشدي عضلات المعده وكمان الرجلين بمنتهى السهوله، تقدري تعملي السايكلينج بس بخطوه اكبر شويه لو حابه ان يكون في تاثير اكتر على منطقه المعده وايضا بطه الرجلين والافخاد. بنشوف ان احنا بنطول المسافه، بنخلي الخطوه ابعد شويه، وهنا التركيز بيكون اقوى على منطقه المعده مع جهاز كور تريمر. والحلو كمان انه الجهاز بيعمل سبورت، بيدعم الجسم وبيدعم الرجلين واحنا نعمل التمرين، وده بيخفف علينا قوة التمرين بمنتهى السهولة. هنا كمان احنا بنقعد على الجهاز بنشوف ان القعدة بتاعته مبطنة مريحة، وكمان الايدين اللي موجودة ورا مبطنة، فبالتالي بتكون مريحة على الظهر وايضا مريحة على منطقة البطن واحنا بنعمل التمارين الرياضيه. وهنا بنركز على تمارين البطن، وبنشوف طبعا التاثير بتاعها قد ايه بيكون واضح، خاصه هنا على الموديل التمارين بتبين انه احنا بنركز على منطقه السكس باكس، عضلات المعده والاوبليك اللي هي عضلات الاجناب واللاف هاندلز اللي بتتراكم فيها الدهون، لكن هنا بنشوف ان احنا بنشد المعده بشكل رائع جدا مع كور تريمر. اذا اللي حابين ان هم يحصلوا عليه فرصتكم ان انتم تحصلوا على 9 تمارين في جهاز واحد جيم متكامل عندكم في البيت مع كور تريمر بسعر 199 ريال بدل 249 ريال سعودي، كمان بتوفروا 50 ريال، تحصلوا على مجموعه وش ديلوكس مجانا، بالاضافه كمان ان احنا بنحصل على مميزات كتير متعدده مع جهاز كور تريمر، ودي اللي احنا هنشوفها مع بعض قد ايه ان احنا بننظم ضربات القلب، بنحسن مستوى النفس، بنحفز الدوره الدمويه، بنشد عضلات البطن، عضلات الفخذين، عضلات الذراعين وايضا عضلات المؤخره، وبننحف الجسم كاملا، يعني جهاز
جهاز صغير بسيط سهل التخزين في البيت، سهل التمارين الرياضية عليه، لكن بنحصل من خلاله على فوائد كتيرة جدا. بنشوف من هنا بمنتهى السهولة، أول ما بنستخدم الجهاز بيكون فيه المسمار اللي من الجنب، بنشيله وبنرفع الإيدين عشان نستخدم الجهاز بطريقة سهلة وعملية. كمان التخزين بتاعه لان هو حيز بتاعه صغير جدا فبنستخدمه بمنتهى السهوله. لو حابين ان احنا نزود قوه التمرين، الا الزرارين الموجودين في الجنب نقدر ان احنا نشدهم او ان احنا نلفهم ناحيه اليمين او ناحيه الشمال على حسب قوه التمرين اللي احنا عايزينها. وبنشوف هنا انه نفس المسمار بنشيله وبننزل الايدين ونقدر نخزنه بمنتهى السهوله تحت الطاوله، تحت السرير او حتى في الدولاب، ما بياخدش حيز ابدا. ودي ميزه كور تريمر، تعملوا تمارين رياضيه بمنتهى السهوله، في نفس الوقت كمان جهاز سهل جدا الاستخدام في البيت وسهل ايضا التخزين. حابين نشوف كمان تمارين اخرى متعدده نقدر ان احنا نعملها على الكور تريمر بمنتهى السهوله. لو حابين ان احنا نشغل منطقه الرجلين، الافخاذ الاماميه، العضلات الموجوده فيها، وايضا العضلات الخلفيه اللي هي الهامسترنج واللانجز نقدر احنا نركز عليها، كمان بطه الرجلين، بنشوف انه في سهوله كمان في التمرين قد ايه ان احنا نقدر نعملها مع كورد تريمر. كمان بنركز برضو على منطقه البطن، بنركز على منطقه المعده، بنشوف العضلات حتى كمان ازاي بتشتغل في الجسم واحنا بنشتغل على جهاز كورد تريمر. هنا لو حابين نركز على منطقه الدراعات، الاكتاف، وايضا منطقه الصدر، نقدر ان احنا نعمل تمرين اللي هو البايسبس والشولدر في نفس الوقت منتهى سهوله. وبنشوف العضلات اللي هي بتشتغل على في الايدين بتكون هي ايه العضلات بالظبط، وكمان بنشوف ان سهوله التمرين بيكون حلو جدا. لو حابين ان احنا نعمل طبعا الترايسبس بمنتهى السهوله، بنبدل الجهاز الناحيه الثانيه، بنشوف انه في قاعده مخصصه نقدر ان احنا نقعد عليها، فبالتالي بتخلينا مرتاحين واحنا بنعمل التمارين. وبنشغل الايدين طبعا لناحيه الاسفل بالشكل ده، وايدينا بتكون موجوده ورا، فبالتالي بنركز على عضلات الترايسبس اللي هي بتكون صعب جدا ان احنا نشغلها او ان احنا نحرق فيها الدهون ونقوي العضلات بشكل رائع مع كور تريمر. الحل طبعا هيكون مثالي جدا والنتائج اللي انتوا هتشوفوها هتكون رائعه. للي حابين هم يحصلوا على جهاز كور تريمر مره ثانيه، بنقدمه النهارده بسعر رائع 199 ريال بدل 249 ريال، بتخفيض 50 ريال سعودي. وبتحصلوا كمان على مجموعه ويش ديلوكس كريمات مرطبه، مجموعه العنايه بالجسم، بتحصلوا على الوان مختلفه وايضا روائح مختلفه متعدده. اذا فرصتكم دلوقتي ان انتوا تحصلوا على جهاز كور تريمر بكل المميزات اللي احنا شفناها. وزي ما بنشوف هنا انه احلى حاجه فيه انه القاعده بتاعته مبطنه، بتكون مريحه جدا على الجسم، وايضا الكوشنز الايدين برضو بتكون مريحه على الظهر لو احنا بنعمل التمرين، او حتى لو احنا ماسكينها مبطنه فبالتالي بتكون مريحه على ايدينا. هنا كمان بنشوف الازرار او البكر ده لو احنا حابين ان احنا نلفه ناحيه اليمين، ده لو احنا عايزين نزود قوه التمرين، او على ناحيه الشمال لو احنا عايزين نخلي التمرين اقل بكتير. اذا الكل حابين ان هم يحصلوا على كور تريمر، فرصتكم ان انتم تحصلوا عليه دلوقتي، وده ضمن عروض الجمال الكبرى اللي احنا بنقدمها، تخفيضات بتوصل ل 85%، فرصه متوفره من يوم 4 ل 5 ديسمبر، بتحصلوا على سعر رائع 199 ريال بدل 249 ريال سعودي، بتوفروا 50 ريال سعودي، وايضا بتحصلوا على مجموعه العنايه بالجسم وهي ويش ديلوكس بلون البينك واللون البنفسجي وغيرها من الالوان الثانيه وايضا الروائح المتعدده. اذا دلوقتي حالا هحسب لكم الفرصه ان انتم تحصلوا على جهاز كور تريمر، مدرب متكامل للجسم، 9 تمارين في جهاز واحد، واتصلوا بينا على الارقام الظاهره قدامكم على الشاشه واحصلوا على كور تريمر. للطلب والاستفسار اتصلوا بالأرقام المرادفة لبلدكم على مدار الساعة أو زوروا موقعنا citrusv.com. يمكنكم أيضا الطلب عبر التطبيق على أبل وأندرويد.